ثلاث مرات. هذا تمرين جديد للي عندهم مشكلة بأعلى الصدر، وهذه المنطقة دائما تكون فارغة بالعضلات، فهذا التمرين يساعدكم على أن تملوه. شوفوا إذا عندكم الكيبل يصير من جوا، الكيبل يصير من جوا، توقفون بالنص، أوكي، فتحة الإيد ما تكون فتحة عريضة ولا قريبة من الجسم، وسط تصعد كأنما تجمعون فوق الإيد، تكون بهالطريقة هذه، وتتقليصة تكون هنا هذه المنطقة. صور لهم إياها، هذه شايفيها شلون متقلصة؟ أوكي يلا، احترقت.